أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر التوبة، شهر الجهاد والاستقامة. إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وامتحنهم واختبرهم باختبارات صعبة وعسيرة ليميز الخبيث من الطيب ويعلم الصادقين ويعلم الكاذبين. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الأنبياء جاءوا من أجل هدفين. الهدف الأول من أجل تحرير الناس من أسر النفس، والهدف الثاني هو من أجل تحرير الناس من أسر الطغاة. فلدينا أسرين: الأسر الأول والقيد الأول هو قيود النفس والشهوات والشيطان، والقيد الثاني والأسر الثاني الذي يقيد الناس هو أسر الطغاة وقيود الطغاة. الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين جاءوا ليحرروا الناس من هذين الأسرين. بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحرب، فلما رجعوا استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. هدف الأنبياء مبني على هذين الأمرين: جهاد النفس وجهاد الطغاة والمستكبرين في الخارج. جهاد النفس معركة داخلية، وجهاد الطواغيت والمستكبرين هي معركة خارجية. هذين الهدفين قد شرعهما الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الكريم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف، الغاية من الصيام هو إيجاد حالة التقوى، هو إيجاد ملكة التقوى في النفس، وهو نفس المعنى الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر. فإيجاد التقوى هو جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر. فالهدف من الصيام الذي فرض في شهر رمضان هو إيجاد حالة التقوى، بأن يعصم الإنسان نفسه من اتباع خطوات الشيطان واتباع الشهوات والملذات المحرمة. وفي نفس الشهر الكريم نزلت الآية الكريمة في قوله تعالى في دعوته للمسلمين بأن يجاهدوا المشركين: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن ننظر للأمور في ظاهرها، لذلك نكره بعض الأمور التي هي في حقيقتها خير لنا. ننظر للأمور في ظاهرها، لذلك نعتقد أن بعض الأمور هي في صالحنا ونحبها، ولكنها في ضررنا وليست في مصلحتنا. القتال الذي يدعون الله سبحانه وتعالى إليه في ظاهره كره، وهو حقيقة كره، والله سبحانه وتعالى أكد على هذه الحقيقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، حقيقة كلنا يكره القتال. النفس البشرية تميل إلى الراحة، تميل إلى الدعة، والقتال فيه ألم وفيه معاناة وفيه صعاب. لذلك القادة الحقيقيون لا يذهبون إلى القتال إلا إذا اضطروا إليه. الإنسان العاقل لا يتوجه إلى القتال إلا حينما يخير بين أمرين يكون أهونهما القتال في سبيل الله. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. موت في عز خير من حياة في ذل. فعندما يكون الإنسان بين خيارين، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. عندما يكون الإنسان بين خيارين ويكون أهونهما القتال في سبيل الله، وإن كان أمرا مكروها عند الإنسان، إلا أن فيه خيرة وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يغش الناس ويقول أن القتال ليس أمرا متعبا وليس أمرا صعبا وعسيرا، بل الله سبحانه وتعالى يؤكد أن القتال فيه صعوبات وفيه معاناة وفيه آلام، ولكن فيه الخير لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا. كلنا يحب الدعة والراحة ويحب الحياة المترفة، ولكن الحياة المترفة والدعة تجلب الذل والهوان. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأننا نرى ظواهر الأمور، نعلم بظواهر الأمور، نظن أن في القتال ضرر لنا، ونظن أن في الراحة والدعة خير لنا. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه الحقيقة. قد تكون هناك أمور مخفية عنكم، أنتم تنظرون إلى ظواهرها ولكن حقيقتها خلاف هذا الظاهر. إذن شهر رمضان هو شهر الجهاد بقسميه، جهاد النفس وجهاد الطغاة والمستكبرين. الجهاد فيه عناء وتعب ومشقة وصعوبات وآلام، لذلك يحتاج إلى الاستقامة. الاستقامة بمعنى الثبات والصبر، وبمعنى عدم الزيادة عن الحد وعدم الخروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. البعض حينما يمتلك القوة يسرف في القتل، فيطغى ويتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى،
ويقتل البريء والمذنب والمخطئ. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قد يكون القائد مستقيم ويلتزم بحدود الله، ولكن الأتباع قد لا تستقيم وقد لا تلتزم بحدود الله. الله سبحانه وتعالى يوجه خطابه لنبيه نبي الرحمة: فاستقم كما أمرت، اثبت واصبر وتحمل الآلام والمعاناة ولا تتجاوز الحدود، أنت ومن تاب معك والتحق بك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الحد. إنه بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يطلع على سلوكنا وحركتنا وأعمالنا، لذلك ينبغي أن لا نتجاوز الحدود حتى وإن كنا في موضع القوة وموضع القدرة والسلطة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نحن بين أمرين، بين أن نطغى وبين أن نركن للظالمين. الطغيان عندما يكون الإنسان يمتلك القوة قد يتجاوز الحد وقد يقتل الإنسان البريء، وبين الركون إلى الظالمين والقبول بالظلم فيكون مصيره ظلم النفس والمجتمع. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبالصبر والصلاة، فالصبر والصلاة أدوات الإنسان المستقيم، لأن في الاستقامة نحتاج إلى الصبر ونحتاج لما يعيننا على الصبر وتحمل معاناة الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول لأولئك الذين اختاروا طريق الجهاد في سبيل الله وطريق جهاد النفس بأن استعينوا على هذه المهمة بأمرين: استعينوا بالصبر، الصبر في مواجهة الأعداء، الصبر في مكافحة الشهوات والملذات والإغراءات، والصلاة وهي العلاقة الروحية التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى لتمدنا بالمدد المعنوي والمدد الروحي الذي يكون مثل الزاد في طريق ذات الشوكة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هؤلاء؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فطريق الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر واستقامة وثبات
ويحتاج إلى رباطة جأش وإلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى واتصال دائم، وأن تعرف أن كل ما يصيبك هو بعين الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه خافية، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. استغفر الله لي ولكم، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.